بث مباشر على تويتر سبايس النهاردة استضاف معالي المستشار تركي آل الشيخ جلسة شارك فيها عدد كبير جداً من الانفلونسرز والمواقع الصحفية المهمة والفنانين وكمان الإعلاميين، وتابعها أونلاين أكثر من 41 ألف شخص، وأجاب معالي خلالها عن أسئلة كثيرة حول موسم الرياض. كمان أعلن معالي خلال هالجلسة عن فعاليات مهمة من بينها ليلة تكريمية بعنوان ليلة أسير الشوق للأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد، واللي رح تكون قريبا في موسم الرياض، وليلة تانية عنوانها ليلة الموسيقار والملحن طلال، بالإضافة لخمس ليالي تانيين عم بيتم تنسيقهم. ومن ضمن الأسئلة اللي توجهت لمعالي المستشار تركي آل الشيخ في الجلسة دي سؤال عن إقامة تكريم للراحل طلال مداح، ووضح معالي إن عائلة طلال واقفة أمام تكريمه وإقامة حفل ليه، واتمنى على أبنائه إن هم يتفقوا وما يخسروش ولا يخسروا عوائلهم دخل مجزي ليهم، وأضاف كمان إنهم بيقدروا طبعاً ويقدروا يعملوا الحفل من غيرهم، ولكن احتراماً للعائلة وأهله وظروفهم ما عملوش كده. سؤال تاني كمان جاوب عنه معالي حول التوقعات اللي بتقول إنه فريق بي تي إس هو الفرقة الكورية المشاركة بحفلات موسم الرياض، فأجاب إنه لا مش هنن، لأنه هالفرقة بتزور المنطقة كل خمس سنين مرة وهي خارج الحسابات، وأوريدي تم الاتفاق مع الفرق المشاركة ورح يعلنوا عنها بالوقت المناسب. والنهاردة كمان نشر معالي المستشار تغريدة عن برنامج قصص من الرياض اللي بيحكي عن الشوارع التاريخية في مدينة الرياض، وقال فيها: مثل ما نروح لمناطق موسم الرياض اليوم، كنا نروح لشارع العصارات أول، اتعرفوا عليه في الحلقة الأولى من برنامج قصص من الرياض، ومعالي بنفس التغريدة حط لينك الحلقة على يوتيوب اللي نزلت من يومين. كل واحد يجي يحس انه مشهور، هذا بالنسبه لنا مزار، عندنا زي يعني متعه شانزليزيه في باريس، ولا كان فعلا شارع المتعه. فريكوينتي مويتو نابل شي بوميتو ستريزن، تحس انه صاير شيء في هالشارع، كانه الجمهور يصيح، كانه جايب هدف. كان اول مره ينكتب اسم ماجد في الشاشه، انا مر جنبهم واسمع اغاني معهم. شارع غيفو تبقى سيكيورتي يا فيتو، بعضهم بيطول الشعر، طول السوالف،